فاتحينها كباب رزق يعني، والتكلفة الفنجان تقريبا بحدود 8 إلى 10. هو مربحه بسيط يعني، ما هو المربح، ولكن إنه صاير مثل إنه دخل. هو بسيط ولكن يعني تمشي حال، الحمد لله مستورة. هلا إنه دخل يعني بسيط أو فوق الوسط يعني، بس منيحة يعني، يعني مثل ما بقولوا إنه ما إذا ما غنى بستور يعني. طبعا الواحد مثلا بيطلع شايف الجو انه شوب، مساويات اجباري بده يطلع برودي وكذا، بده يشرب قهوه، بده يشرب شاي، بده يشرب زهوره، بده يشرب شيء بارد ايام، يعني اجباري بده يكون برات المنطقه اللي قاعد فيها هو. هون كورنيش يعني ارض كبيره وخضار، بيطلع بغير جو هون. محل بالمدينه بيكون اغلى لان متكلف على محله، عكس المحل مثل هون انه مثل ما بقولوا بسيط على قده. انا مهنتي الاساسيه صواد سيارات، صار لي 9 سنين بشتغل فيها. تركتها لانه ما يعني ما في شغل بالصناعه يعني. بروح على الصناعه عند رفقاتي بطلع هيك امور يعني، ببكي الوضع عند نظامي. انتشار الماكينات مثل ما قلت لك قلة الشغل بالبلد، يعني اليوم العامل عم يشتغل بالبلد عم يشتغل من الصبح للمساء بيعطوه 50 او 40 ليره، هذا العامل بيوقف على دوار المهري تمام. البيع بيطلع هيك بروح بيشتغل باكسبريس مثلا شهر شهرين، بيكون تعلم عن الاكسبريس بروح بيفتح اكسبريس، بلاقي انه افضل له ما يكون عامل عند العالم. مصلحة الإكسبريس صارت شغلة يعني روتينية عند كل الخلق، يعني نحن جماعة أول الناس نطلع نخلص شغلنا في البلد، نقعد في البيت، نزهق بالبيت ما في شيء تساوي، نطلع لهون نشرب قهوة، نتسلم، نقعد عند رفقاتنا، نتسلم نحن وأصدقائنا. والماكينات منتشرة على السيارات أو على الطرقات أو يعني بالكافيتيريات حسب، يعني في خلق بتقول لك ماكينة غالية، شلون هذا عم بيفتح؟ هودي في ماكينات كبار للمقاهي الكبيرة، في ماكينات صغار كهربائيات منزليات، هودي للأشخاص الدرويشين يعني بيفتح مصلحة ماله ما في بإيده مصلحة ما معه رأس مال كويس بيفتح هيك بسيطة.